الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة والأخوات في برنامجكم هيا بنا نتعرف على الله سبحانه وتعالى. لما أراد الله سبحانه وتعالى أن يخرج يوسف عليه السلام من غياهب السجن، لم يرسل جنود ولم يرسل ملائكة ولم يرسل شيء مما نتخيله، ولكنه أرسل رؤيا فدخلت في ذلك المكان ورأوها تلك أولئك الفتية، وأخرج الله سبحانه وتعالى يوسف عليه السلام بلطفه ومنه وكرمه. لطف الله يدور حولنا من كل النواحي، ولهذا ينبغي علينا استشعر معنى اسم الله اللطيف سبحانه. ذلك اسم الله اللطيف هو أن يسوق إلى عبده الخير بطرق لا يشعر، وقد تكون سوق الله جل وعلا الخير له بطريق شيء يكرهه. فلاحظوا مع يوسف عليه السلام أن الله جل وعلا جعله من مرمي بالبئر إلى عبد، إلى أن كان في نهاية المطاف ملكا قائدا عظيما. فلطف الله جل وعلا عظيم. لذلك يوسف عليه السلام قال: إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. ورد اسم الله سبحانه وتعالى اللطيف في القرآن الكريم 7 مرات، ومن معاني اللطيف الله سبحانه وتعالى أنه لطيف بعباده، أنه لا يؤاخذ بالذنب ولكن يطلب الإنسان فرصة للتوبة وللرجوع إليه سبحانه وتعالى. كان من الممكن أن من يفعل شيء يعني يغضب الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يسخط عليه فجأة ويدخله النار، خلاص وانتهى الأمر. الله خالق عظيم، خلقك ويعني أعطاك من النعم يعني ما لا تستطيع أن تحصيه، فإذا أخطأ الإنسان كان من الممكن أن يدخله النار مرة واحدة، ولكن الله سبحانه وتعالى بلطفه وكرمه أعطى الإنسان فرصة للتوبة والرجوع إليه سبحانه وتعالى. لذلك إذا أردنا أن يلطف الله سبحانه وتعالى بنا، فينبغي أن نلطف بعباد الله سبحانه وتعالى، أن لا نتكبر عليهم، أن لا نستهين بهم. امرأة تقول لضرتها، وكانت ضرتها لا تنجب، قالت لها: أنت انتحري موتي، أنا عندي 3، واحد في بطني، واحد أرضعه، واحد قدامي يلعب، أنت إيش عندك أنت؟ وسبحان اللطيف، ماتوا 3 تباعا ورزق الله تلك 5، فيا لطيف الطف بنا يا رب العالمين. لذلك من وصايا لقمان لابنه: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكون في السماوات أو في الأرض، فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف الخبير. بسم الله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبلين كينيا رانتنا مقارب بيرات القخمي لطيفين لطيفتكم مالي خجرتين معرفتكم ربي جرتي بكاتهم بينيني رحمة سيقولا بكستين افتهم بيكي. نبي الله يوسف نبي من كينيا يوسف خجام فإنهم دنوا بينكني إذا رسيني وكه إذا رسيني تكاتي إسا تكات إسا قبرات مننا ما يقول كري حتى ستقوبة أران تنا إذا سيني أجفز أول ميكتاي أجبود ربي ندوبة لوجاب يسني قولي موت ما خنفيته خناف قرتي ونبر باكسو معنا قرتي لا تفقنا يجولا نما فرفتولا نما في رحمة جلودا مسكينة في رحمة جلودا نما ضعيفة في رحمة جلودا خنافون وتجرت رحمة وليد وقبنا خنابر باجسته إذا ما هم داو ما كارب بيغن الديبي سكبنا يا لطيف جنة الديبي سكبنا ما كارب بيرراي خنافي قرته قال من ما كارب بيغن التهد ما يسني خن الرواني نقوله قرته ربنا ورحمة نقوله نتيس قرته خلق ساتي في رحمة جلود قبنا خنافو رجعت رحمة وليد ربنا هاقوله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله الله يا